اخوتي اخواتي، السلام عليكم، تحية لكم كبيرة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارككم معايا كيفاش كيدوز النهار الخدمة ديالي ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذه الفروطة اللي كتجي من ميركا مدريد، كما كتشوفوا معايا ميركا مدريد تيكون على طول السيمانة سوا الحد. كما كتشوفوا هذه الفروطة هذه خصني نقربها لهنا لحظة الدروج، لان النبيره عندي كاينه في التحيت، خصني نقربها باش نهبطها لتحيت ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا الفروطة تبارك الله موجوده وبثمن مناسب، هذا الان تبارك الله بيرفكت تامين. كما كتشوفوا معايا كما تشوفوا هذه الفريسه ديال البرتغال موجوده على طول العام. والان كما كتشوفوا معايا هذا الدخل ديال النبيره، هذه السلعه القديمه، هذه السلعه هذه ضروري خصنا نخرجها على برا باش ندخل جديده ونديرها هي القدام باش ما تخسرش، لان كما كتعرفوا الفروطه دائما خصها تخرج ما خصهاش تبقى. مع الاغلبيه ديال الفروطه كاينه غير الفروطه ديال الفريغو كما كتعرفوا، كما كتلاحظوا معايا النبيره كبيره تبارك الله. هذه هي الفروطه اللي جبناها اليوم، هذه اللي خصني ندخل نديرها في التحيت. بابايا طوماطين نكتارينا تبارك الله الخير موجود. وهذا لان فين كتجي الفرغونيطه كنقسمها على جوج، لان ما عنديش المساحه الكافيه باش نحط كلشي في خطره، كنقسم الفرغونيطه على جوج كما كتلاحظوا هذه اللي كتعرينا، وكتساعدني حتى انا كذلك كتساعدني باش ناخذ واحد النفس باش نتنفس شويه، لان الا شديتها ديريكتامينتي كتجي شويه قاصحه كما كتشوفوا معايا. الحمد لله الخير موجود كما كتلاحظوا. الصناغوريا طريه. والان هذا هو الشكل النهائي للنبيره، يعني خرجت هذيك السلعه القديمه ودخلت جديده، ودرت هذيك القديمه درتها القدام باش نطلعها الفوق ان شاء الله. وفي اخر الفيديو كنتمنى لكن عجبكم الفيديو، عجبكم الروتين ديال العمل ديالي، انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتدعمونا باللايك، وشكرا لكم وكنشكركم بزاف. وتهلاو ليا في الوالدين، لان كل شيء بلا الوالدين ما كاين والو. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما.